موضوع الطفل العبقري ده دلوقتي بنشوف العيال ما شاء الله عندهم بعض الحاجات كده اللي بيعملوها، مثلا تلاقي عيل صغير قوي قادر يستخدم التكنولوجيا احسن ما احنا مثلا بنعرف نستخدمها، او بنسمع ونشوف كتير من الاطفال اللي بيبقوا يعني عندهم قدرة عالية جدا على الحفظ، تلاقيهم ما شاء الله حافظين مثلا عواصم البلاد، او امات تمام. تقول لك وانا بحفظ اخوه لقيته حفظ الصورة كلها او حفظ جدول الضرب كله وغيره من الحاجات اللي تقول ان الطفل ده على الاقل فيه ذكاء اعلى من اخواته. امتى اقول ان الطفل ده عبقري؟ ايه الحاجات اللي بتظهر عليه يا دكتور وتخليني اقول ان الطفل ده فعلا لا طفل نابغة مختلف عن الاطفال العاديين؟ شكرا إليك على هذا السؤال. الحقيقة بالله يعني نحن نحتاج أن نفرق بين بعض المفاهيم المتعلقة بالتميز. هناك مثلا مفهوم العبقرية أو مفهوم الموهبة، هناك مفهوم الإبداع، مفهوم الابتكارية والإبداع، وهناك مفهوم التفوق المدرسي والتحصيل صحيح. المدرسي. التفريق بين هذه المفاهيم المختلفة يساعد على يعني يساعد الأسرة على تحديد مسارها مع ابنها في المستقبل. إذا بدأنا من جهة الإبداع، متوقع أن كل إنسان عنده قدرة إبداعية عالية، وبقليل من الرعاية وبقليل من الاهتمام وبقليل من التحديات ممكن يكون الإنسان مبدع عالي. لكن أن نقول أنه هذا أصبح في مستوى عالي من الموهبة، هو يتميز عن كل الآخرين في نظامه، سواء كان النظام التعليمي أو كان النظام الاجتماعي الآخر، فهذا يحتاج إلى مزيد من التأكد والتحري. صحيح. وهذا طبعا لا يعني لا يزيل عن الأسرة مسؤولية البحث والاكتشاف والرعاية. فما أقوله أنه الموهوب أو العبقري هو الذي تظهر عنده مجالات تفوق في مجالات مختلفة وأحيانا متباعدة، لكنها يعني تظهر منذ مراحل مبكرة. يعني مثلا من العلامات المميزة للموهوبين كما تبين بعض الدراسات النمو اللغوي المبكر. عنده مفردات لغوية، انه مثلا مفردات لغوية في عمر أو في عمر مبكر عن اقرانه، وتظهر بعد ذلك بانه يستفيد من هذا النمو اللغوي مثلا بتفعيل هذه اللغة، بإبراز نفسه، ببناء علاقات اجتماعية مثلا. في مراحل تالية زي ما انت ذكرتي بعض القدرات اللي بتبين انه هو يستطيع أن يصل إلى مستوى من هم أكبر منه في العمر الزمني، مثلا يقرأ في وقت مبكر، يحل مسائل في وقت مبكر. أيضا من بعض المسائل اللي هي تكون ظاهرة عند بعض الأطفال، يعني قد نستغرب أحيانا أنه هي متوقعها أنها قليلة، وقد لو يعني استكشفنا نراها كثيرة. مثلا بعض القدرات الرياضية، الرياضيات، أنه بعض الأطفال يستطيع أن يجري عمليات حسابية بخانات كبيرة بشكل ذهني، الحساب الذهني بشكل سريع دون أن يحتاج إلى أن نعلمه كيف يتم ذلك. هذه قد نجدها كثيرة عند كثير من الأطفال، وقد نفاجأ أنه في أعمار تالية لم تتطور عند هؤلاء الأطفال إذا لم تجد الفرصة المناسبة لتنميتها وتفعيلها. حضرتك ذكرت انه مهم ان احنا ننميها ونكتشفها علشان نقدر بعد كده ان احنا يعني تمام. نطورها بشكل كبير. طيب تمام. ممكن